التطابق النسيجي مهم جدا، بس قبله في خطوات مهمة تتم على مراحل. المرحلة الأولى رؤية المتبرع في العيادة، ويتم عمل فحوصات كثيرة جدا للتأكد من سلامته، وأن التبرع عملية ستكون فيها ما يقارب 0% من مخاطر عليه، وصفر في المية أو ما يقارب 0% من المضاعفات. وهذه النتائج كلها تدرس ثم تقدم للجنة ضخمة فيها ما يقارب 30 أخصائي واستشاري من جميع التخصصات، ثم يتم الإقرار بأنه العملية آمنة ويتم التبرع له. طبعا في الكلى تطابق الأنسجة هام جدا، لأنه كمية الرفض للكلية تقل جدا إذا كان التطابق عالي، وتزيد مع إذا كان التطابق منخفض. المركز السعودي للتبرع بالأعضاء يعني لاحظنا زخم ضخم، ولو تلاحظوا في أبشر أول سؤال يأتي هل ترغب في التبرع من أعضاء. طبعا هذه كانت بادرة ضخمة وعظيمة جدا من خادم الحرمين ولي عهده الأمين، وبعدها أصبحنا نرى يعني الكثير وأنا منهم مسجلين كمتبرعين بالأعضاء عن طريق أبشر. هذه البطاقة تتوجه للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء. احنا عندنا نوعين من أنواع الزراعة بالمركز، تبرع من شخص حي، الحي ممكن يكون شخص قريب وممكن يكون شخص غير قريب، وبالإضافة إلى المتوفي دماغيا. قوائم الانتظار القائمة طويلة جدا. بالنسبة للأطفال معدل انتظار حسب طبعا يعتمد على فصيلة الدم، فصيلة الدم مثلا O قوائم الانتظار في مركزنا، لأنه في قوائم انتظار في كل مركز وفي قوائم انتظار على مستوى المملكة. بالنسبة لمركزنا قد تصل إلى 7 و8 سنوات، فهذه للأمانة يعني معضلة كبيرة. بالنسبة للأنسجة طبعا التطابق النسيجي جدا مهم، لأنه يحدد نجاح العملية على المدى القريب وعلى المدى البعيد. كل ما كان التطابق أفضل كل ما كان عمر الكلية الافتراضي أكيد أفضل، ولذلك إحنا يعني في الأطفال دائما نشجع على التبرع من الأقارب. حتى الآن في توكلنا يعني جهود على مستوى الدولة، في توكلنا ممكن الشخص بكل بساطة يكتب الرغبة وعندما يتوفى يكون متبرع بالأعضاء. بالنسبة للتبرع من الأقرباء أو من الأحياء يتوجهون إلى مراكز الزراعة. اللي يبغى يتبرع مراكز الزراعة على مستوى المملكة منتشرة، فقط يبدي الرغبة ويزرع. شكرا على الكلية يا ماما.